بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أبنائي الأعزاء طلاب الصف الأول. حرف جديد من حروف مادة لغتي وهو حرف، أحسنتم يا أبطال، أمامكم حرف الهاء. حرف الهاء كما تشاهدون أمامكم يا أبطال له أربع أوضاع بالكلمة أو أربع أشكال، إما أن يكون في بداية الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة متصل أو آخر الكلمة منفصل، وسوف نشرح هذا الكلام إن شاء الله عندما نتناقش معا في النشاط الخاص بكتابة حرف الهاء. نذهب إلى النشاط الأول. أسمي الحرف وألونه. ما اسم هذه الصورة التي أمامكم يا أبطال؟ أحسنتم، هدية وهدايا. كلمة هدايا أو هدية تبدأ بحرف الهاء. الآن يا أبطال نقوم بتلوين حرف الهاء ونتذكر شكل حرف الهاء. أنتقل معكم إلى النشاط الثاني. ألاحظ الصورة وأتحدث ثم أستمع. حرف الهاء، انظر إلى الصورة الأولى. يصنع فواز طائرة ورقية. يصنع فواز طائرة ورقية. ألوانها زاهية. يحملها الهواء بعيدا وتطير هنا وهناك. الصورة التي تليها، يلهو بها فواز مع رفاقه. الصورة الأخيرة يا أبطال، عندما يكبر سيصبح طيارا يطير في السماء ويرفع اسم بلاده عاليا. إذن يا أبطال نلاحظ أن فواز صنع طائرة ورقية لها ألوان زاهية ويحملها الهواء فتطير هنا وهناك ويلهو بها مع رفاقه وأصحابه، وعندما يكبر يتمنى أن يصير أو يصبح طيار لكي يرفع اسم بلاده عاليا. ننتقل معا إلى النشاط الثالث. نلاحظ الصور ونقرأ. هيا أبطال قراء الجمل. منطلقا، اقرأ يا بطل الجملة بانطلاق وبصوت عالي جهور. قال فواز صنعت بيدي طيارة ورقية. ألوانها زاهية ألهو بها مع رفاقي. عندما أكبر سأصبح طيارا أطير في السماء وأرفع اسم بلادي عاليا. مرة أخرى أقرأ النص. قال فواز صنعت بيدي طيارة ورقية. ألوانها زاهية ألهو بها مع رفاقي. فيحملها الهواء بعيدا وتطير هنا وهناك. عندما أكبر سأصبح طيارا أطير في السماء وأرفع اسم بلادي عاليا. يقول فواز أبطال أنه صنع طيارة من الورق. هذه الطائرة ألوانها زاهية واضحة جميلة، يلعب بها مع رفاقي أو مع أصحابه ويحملها الهواء فتطير هنا وهناك، ويتمنى عندما يكبر أن يصبح طيار ويطير في السماء ويرفع اسم بلاده عاليا. انظر يا أبطال إلى الحرف الملون باللون الأحمر في كلمة ألوانها زاهية ألهو بها فيحملها الهواء هنا هناك. الحرف الملون باللون الأحمر، أحسنتم يا أبطال، إنه حرف الهاء بأوضاعه وأشكاله المختلفة. هيا يا أبطال نقرأ الكلمات. زاهية ألهو هواء هنا
هناك زاهية، أله هواء، هنا هناك. يوجد يا أبطال العديد من المهارات في هذا النص، فإذا قلنا نستخرج بعض المهارات، نستخرج كلمات بها مد بالألف. أحسنتم يا أبطال، مثل كلمة قال، ألف مد والقاف ممدود. كلمة أخرى طيارة، الألف مد والياء ممدود. كلمة رفاقي بها ألف مد والفاء ممدود. وهناك الكلمات الكثيرة. أستخرج بعض الكلمات التي تحتوي على تنوين الفتح. أحسنتم يا أبطال، كلمة بعيدا تنوين فتح، كلمة طيارا تنوين فتح، كلمة عاليا تنوين فتح. نستخرج بعض الكلمات التي تحتوي على اللام القمرية. نقول كلمة بها اللام القمرية وأخرى بها اللام الشمسية يا أبطال. أحسنتم، الهواء اللام قمرية، السماء اللام شمسية. وهناك الكثير من المهارات، مثل مهارة المقطع الساكن، مثل كلمة عندما صنعت، الناء مع العين، أرفع، أله، الكثير من المقطع الساكن. أنتقل معكم يا أبطال إلى النشاط الرابع، نقرأ الكلمات ونجرد الحرف الملون. الكلمة الأولى هواء، ه، أله، هو، زاهية، هي. نميز بين الصوت القصير والصوت الطويل. هيا أبطال، ميزوا بين الصوت القصير والصوت الطويل. القصير أقل من الثانية، ه، هو، هي، مع الفتحة ه، مع الضمة هو، مع الكسرة هي. الصوت الطويل وجود حروف المد الألف والواو والياء. الفتحة تأتي بالألف فأقول ها، والضم يأتي بالواو فأقول هو، أما الكسرة فتأتي بالياء فأقول هي. فالألف مد والهاء ممدود، والواو حرف مد والهو ممدود، والياء حرف مد والهاء ممدود. نقرأ الكلمات ونلاحظ الحرف الأخير. انظروا أمامكم يا أبطال، ماذا نسمي هذه؟ أحسنتم، تاء مربوطة. أما هذه ما عليها نقاط فنقول عنها هاء. هذه تاء مربوطة لكن هذه هاء. طب مع التنوين كيف ننطقها؟ تن، ولكن هنا نقول هن. تن، هن، ورقية، طيارة، زاهية. إذن هذا الصف به التاء مربوطة منفصلة أو متصلة مع تنوين الضم فنقول تن. أما في كلمة وجه، مياه، له، هذه أبطال حرف الهاء، تنتهي بحرف الهاء. لابد أن تفرق بين التاء المربوطة والهاء. النشاط السابع، نكتب الحرف ونكمل الناقص ثم نكتب الكلمة. هذه أبطال أشكال وأوضاع حرف الهاء بالكلمة. إما أن يكون في بداية الكلمة هاء مثل كلمة هواء، أو وسط الكلمة مثل مها، وآخر الكلمة متصل وجه، وآخر الكلمة منفصل مياه. هذه أوضاع حرف الهاء يا أبطال. هذه الصفحة نكتبها واجب يا أبطال وبخط جميل. والآن نكون قد تعرفنا على أوضاع وأشكال حرف الهاء الأربع. إنجازاتي، أرسم دائرة حول الحرف هاء ثم أكتبه. هيا نقرأ الكلمات. هرة، هرة، تبدأ بحرف
هي مياه في نهاية الكلمة حرف الهاء، مها حرف الهاء في وسط الكلمة، وجه حرف الهاء آخر الكلمة متصل. هرة، مياه، مها، وجه. نحوط أو نضع دائرة حول حرف الهاء ثم نكتبه أسفل الكلمة. النشاط الثاني، نصل بين الكلمة والحرف المناسب. لعبة، لعبة تن، إذا التاء مربوطة متصلة. مياه، هن، مياه. الهاء هنا يا أبطال منفصل، لا يشبك مع الألف، إذا الهاء منفصل. صورة، الراء تأتي بعدها التاء المربوطة منفصلة فتأكل هذه التاء. وجه، هذه الجيم متصل فنشبك معاه أو نأخذ معاه وجه حرف الهاء في آخر الكلمة متصل. الآن يا أبطال أطلب منكم كتابة الإملاء المنسوخ. صنعت بيدي طيارة ورقية بخط جميل على السطح، ثم نكتب ما في الدفتر إن شاء الله. الهواء يحمل الطيارة الورقية، والحصة القادمة نقوم بإملاء جميع أشكال حرف الهاء بالحركات وبعض الكلمات المكونة من الحروف التي سبقت دراستها. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.